شريف، اخيرا بقى انا محتاج اعرف من حضرتك، من رجل المباراه او نصر اللقاء النهارده. انا اكيد هطلع راجل مباراه من اسيوطي. معقوله كابتن؟ انت على طول اهلي اهلي. ده انا زعلان النهارده اسيوطي. ليه لا راجل مباراه النهارده ما اعرفش، ما حدش خدنا النهارده في الاداء الكامل بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. لكن احمد فتحي ما زال هو في النادي الاهلي، هو رجل المهام كلها يعني النهارده. هو اللي بيلعب ورا وبيلعب في النص وبيعمل الحاله الهجوميه الدفاعيه، كان هو الوحيد اللي عنده التوازن النهارده الحقيقه في لعيب النادي الاهلي. وعجبني طبعا طلبه من الاسيوطي على السن، الاثنين سنهم كبير يعني، واكتر الناس دعم فني ومادي وكل حاجه جوه المباراه يعني.